السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ضيوف شنقيط. كما عودناكم دائما نستضيف دوله اسلاميه نتعرف على عاداتها وتقاليدها في هذا الشهر الفضيل. ضيوفنا الليله هم من جارتنا الجزائر، سنتعرف من خلالهم على العادات والتقاليد في هذا الشهر. ضيوفي هم رفيق مداش وهو نائب السفير الجزائري، اهلا بك معي استاذ رفيق، والسيده مقداد يسري وهي جزائريه مقيمه بموريتانيا واستاذه جامعيه. مرحبا، اهلا بكم معي في برنامج ضيوف شنقيط، نورتوني. الله يسلمك. شكرا لك رفيق. يعني نحن هون في البرنامج يعني نتحدث عن العادات والتقاليد في الجزائر في شهر رمضان، يعني حبذا لو تكلمتم قليلا عن المسائل التي تنبئ بقدوم يعني شهر رمضان في الجزائر. شكرا على هذه الاستضافة في هذه الحصة الجميلة، ونحن دائما سعداء ب تواجدنا في هذه البلاد الطيبة والكرام أهلها. وكما تعلمون أن الجزائر هي دولة مسلمة، وعاداتها وتقاليدها في هذا الشهر الفضيل تتطابق مع ما جاء به ديننا الحنيف، وكذلك فإن الشعب الجزائري هو شعب متمسك بأصالته وبتقاليده العريقة والضاربة في جذور التاريخ. ولا يخفى عليكم أن الجزائر هي بلد قارة، وهي تمتد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ولكل جهة لها تقاليد وخاصية وعادات، ولكن تجمعها دائما روح الترحاب بهذا الشهر الفضيل والتبرك بقدومه. وإجمالا فإن الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر قدوم هذا الشهر الفضيل ليجدد العهد مع الطاعات ومع مكارم الأخلاق التي جاء بها ديننا الحنيف. وهناك تحضيرات قبل قدوم الشهر، تحضيرات على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. فعلى المستوى الرسمي فإن الدولة الجزائرية تحضر لهذا الشهر وتأخذ كل احتياطاتها لكي يمر هذا الشهر في أحسن الظروف من ناحية يعني من ناحية التحضير الجيد لظروف السكان، ومن الناحية الشعبية فإن الشعب الجزائري والعائلات الجزائرية تحضر قبل قدوم هذا الشهر، وهذه التحضيرات تكتسي مظاهر مختلفة. يعني كيف يكون أول يوم رمضان في الجزائر؟ أولا نشكر في هذا المنبر الحس على الاستضافة. وبالنسبة للتحضيرات، قبل ما نتناول قضية التحضيرات أزكي ما قاله سعادة القنصل، أنه الشعب الجزائري أولا شعب يتلقى هذا الشهر الفضيل بمجموعة من التحضيرات كما قال زميلي على المستوى الوطني أو على مستوى العائلة. بالنسبة للمستوى الوطني أضيف هناك تحضيرات على جانب العبادات، المساجد، تنظيف المساجد، إعادة صبغ المساجد، كذلك من الجانب الصحي قضية التغذية وقضية الأسواق والأمن الغذائي. مجموعة من التحضيرات تقوم بها الدولة، وهذا كل ده في إطار المرور الحسن لهذا الشهر الفضيل. بالنسبة على المستوى الأسري هناك اختلاف كبير بين الأسر في التحضير، وذلك راجع لاختلاف العادات حتى في نفس المنطقة. ذلك راجع لاختلاف أو شساعة الجزائر. منطقة الشرقية تختلف عن منطقة الساحل، منطقة الساحل تختلف عن منطقة الجنوب، منطقة الجنوب تختلف عن منطقة الغرب. يعني وبالتالي يعني كل منطقة عندها طريقة تحضيرات، إلا أنهم هناك بعض القواسم المشتركة.
أذكر بين القواسم المشتركة قال تحضير هذا لما يسمى بالتوابل لتحضير اللي هو الطبق الرئيسي اللي هو ما يسمى الحريرة ولا لا السوق ولا من جانب الشرق الجارفري. عندكم الحريرة كيف مع نفس المغرب ولأنها تختلف في الطعم في المكونات وفي اللون وفي الذوق باختلاف المناطق. قال بالنسبة للغرب طيب. كذلك سمحيني نزيدك إضافة قضية هذه بالنسبة للتوابل قضية تنظيف المنزل القبلي وإعادة صبغه إعادة ترتيبه شراء الأواني الجديدة ونحن نعرف الجزائريين معروفين بقضية في بداية رمضان كل أواني لطاولة رمضان لابد أنها تختلف. كل الدول يعني العربية والإسلامية والعربية خصوصا يعني ينتعش دائما السوق سوق الأواني الأواني سوق التوابل سوق ما يسمى به كان بعض الحلويات تحضر قبل بداية رمضان وهناك بعض الحلويات تحضر في أثناء طاولة رمضان وفي آخر اللي هو يوم العيد. جميل جدا جميل. إذا الآن لك أستاذ رفيق مداش يعني ما هي العادات التي يعني يختلف فيها أهل المدن وأهل القرى والله العادات التي تحسن بأنها تختلف في المناطق يعني مناطق الجنوب مناطق الشمال في عادات تختلفون فيها يعني تذكر والله في الحقيقة خصوصا في فترة رمضان أقصد العادات اللي ممكن أن تبرز في رمضان على خلاف باقي أشهر السنة. هو في الحقيقة الجزائر تتميز بثراء كبير من ناحية العادات والتقاليد الجميلة في هذا الشهر وهناك طبعا قواسم مشتركة عديدة تعكس طيبة الشعب الجزائري والكرم الذي يتميز به. وإذا أردنا أن نصف إجمالا هذه العادات والتقاليد فنقول أن كل جهات الوطن تتميز بعادات يعني ثقافية أو يعني من ناحية الطبخ المنزلي ويعني كل جهة لديها مميزات خاصة في هذا الشهر الفضيل. ولكن يعني هل هناك يعني اختلاف بالمدن والقرى يعني بغض النظر عن موقعها الجغرافي يعني التمسك بالتقاليد القديمة للشعب الجزائري في فترة رمضان كيف كان الشعب الجزائري قديما يحضر لرمضان يجهز المائدة حتى هم في اختلاف بين القرى حاليا والمدن؟ وتاريخيا كانت يعني قدوم الشهر الفضيل في الجزائر تسبقه تحضيرات عديدة قبل قدوم شهر رمضان. كان فيه حملة لتنظيف المساجد وتهيئتها بالأفرشة والزرابي وكذلك كان فيه حملة يعني تطهير المدن والشوارع والطرقات وتهيئة الأسواق وكذلك من ناحية العادات والتقاليد الجزائرية كان مثلا في حتى في وقت الاستعمار يعني لما كانت الجزائر تحت الاحتلال لم يتخلى الشعب الجزائري عن أصالته وعن تمسكه بهذه العادات وكان الإعلان عن الفطور يكون أحيانا بصوت المدفع الذي المدفع الرمضاني الذي ينبئ يعني ما زال موجود هذا المدفع عندكم الآن ما هو في بعض مثلا القرى أو بعض الولايات فيه عادات ما زالت منذ القدم إلى الآن من ناحية مثلا المدفع أو من ناحية البراح الذي هو البراح هو الشخص الذي ينادي في الناس للسحور وللفطور كذلك فيه هذا في بعض المناطق في الجزائر ولكن من ناحية ما تقولين من ناحية الأكلات الشعبية فهذا ميدان واسع جدا لا 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 نقد لي ولا جمل فيه لأنه ثري جدا. إذا الآن سنأخذ فاصل قصير نواصل بعده الحلقة. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام لاستكمال باقي هذه الحلقة. الآن معك سيدة مقداد يسرى تكلمينا عن المائدة يعني المائدة الرمضانية. والله كما قال زميلي إذا بدينا نحسو
عدد تنوع العادات في هذا المنبر في القديم وفي القديم وفي الحاضر ما نقدروا نحسوه. إجمالا تختلف المائدة الرمضانية من منطقة لمنطقة وبنفس الولاية من منطقة. نعرفوا أن الجزائر 48 ولاية الحمد لله عدد سكاني كبير وبالتالي تختلف العادات. إجمالا الطوائل الرمضانية تتكون مجموعة من الأشياء. في بعض الأحيان في الزمن الأول كان هناك فترات في الإفطار وبعد العشاء وبعد السحور. الوقت الحالي اختزل العشاء وأصبحت طاولة مائدة واحدة اللي هي مائدة الفطور ومن بعد الصحور. هذا عندكم فقط لأن احنا مازلنا محتفظين بالفطور وخاصة ونعرف أن المائدة الجزائرية متنوعة في نفس الوجبة متنوعة في هذا الجانب. أولا الإفطار بالحليب والتمر ككل الدول العربية والسنة تليها الحريرة وليس لها الجريفري. طيب الطبق اللي القاسم المشترك اللي هو البراك والبريك عندنا روايتين البراك والبريك والشوربه كاين الناس هادو بالنسبه هما نفس الشوربه ولا الجاري فريك نفس الشيء كلهم شوربات اننا كلهم شوربات بمعنى حساء الا انه البراك والبريك يختلف في مكوناته ودائما بورقه من الديور تختلف فيها في بعض الاحيان لحم المفروم في بعض الاحيان دجاج وحها بطاطس كل من منطقة المنطقة تختلف ومن أسرة لأسرة ومن عائلة لعائلة تختلف مكونات. كذلك من بين الأساسيات اللي هو احنا نقوله المثوم ولا هذا الطاجين تختلف حتى هو طاجين كاين طاجين زيتون المثوم كاين طاجين هذا قال بليس لغراتا ياسر من الأشياء اللي هما الأطباق الرسمية اللي هو البلادو ريزيستون. كذلك السلطات تختلف السلطات المالحة والسلطات الحلوة الأشربة كذلك من الأطباق الرئيسية هو الطبق الحلو طبق يعني اللي هو إما بالعوينة اللي هو الحلويات ولا طبق اسمه الحلو طبق اسمه الحلو بمعنى اللحم وهو طبق أساسه السكر بمعنى اللحم بالسكر إما بما يسمى الزبيب ولا البرقوق معها المكسرات وهذا من أطباق كذلك من بين الأطباق الفلفلة اللي هي الفلفلة ولا اللي بروجيجي البسكرة يقولوا الحميس بمعنى طويلة جد متنوعة وتختلف تأكيد ما شاء الله مائدة ما شاء الله متنوعة هذه بنفس يلي فقط نقربوا المشاهد شوي من الصورة ومن هذا اللي كنت تحكي لين نتابعوا معنا تقرير عن الإفطار الجزائري. انتم اليوم بضيافة عائلة نكروف هي من العائلات الجزائرية المقيمة هنا في موريتانيا ومشرفين اليوم بحضوركم ولكي نتقاسم معا مأدوبة الفطور هذه فطور رمضان أعاده الله علينا باليمن والبركات. واليوم إن شاء الله سنقف على فطور نموذجي جزائري. ما نحبهاش اول شيء نبدو به يعني في أذن يعني حين وقت المغرب هو اخذ كوب من الحليب مع حبات من التمر بعدين نصلي نقيم صلاة المغرب الله اكبر وبعد ذلك نرجع للسفرة ونتناول شوربة ولا هي 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 تختلف يعني باختلاف المناطق الجزائرية. هنالك الشوربة يعني تاع الغرب الجزائري في الوسط أيضا معروفين بشوربة الفريك وحتى في الشرق الجزائري عندهم أيضا عندهم شوربة يعني تختلف. ناخذها عادة بهذا الطبق اللي هو البوراك وناخذ أيضا بعض السلطات المختلفة دي زور دوفر وعادة نتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى طاولة لأخذ القهوة والشاي وبعض الحلويات.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير الذي كان عن المائدة وطبيعة المائدة الجزائرية. الآن أستاذ رفيق مداش لي يعني تكلم عن العبادات التي يعكف عليها الجزائريون يعني في شهر رمضان على خلاف باقي السنة. نعم، لا يخفى عليكم أن الشعب الجزائري هو شعب جد متمسك بالعبادات على طول السنة، ولكن في هذا الشهر الكريم تكثر العبادات والتقرب من الله بالطاعات وبالأخلاق الحميدة، وتسهر الدولة طبعا على توفير ظروف يعني طيبة لممارسة الشعائر الدينية في أحسن الظروف. والشاب الجزائري حرص على أداء يعني صلاة التراويح بعد يعني الإفطار، وهذه الصلاة تقام في كافة مساجد الجمهورية وفي كل ربوع الوطن، ويقوم بتلاوة القرآن قراء يعني متمكنين. تسهر كذلك الدولة على تكوين القراء والأئمة للقيام لإحياء الشهر الفضيل، وكذلك تقام مسابقات دينية وثقافية عديدة في هذا الشهر، وترعى الدولة المسابقات الرسمية لتلاوة وتحفيظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ويكون الحفل الختامي في ليلة القدر. يعني في حلقات تقام في رمضان، يعني حلقات في أكيد في كل المساجد الجمهورية تكون حلقات للذكر ودروس للتوعية الدينية، توعية الشباب وكذلك الأطفال بدينهم الحنيف، وكذلك تقام مسابقات فكرية ودينية، توزع جوائز على الفائزين في 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 نهايتها. كل هذا الجهد هو لتقوية أواصر الترابط والتلاحم الديني للشعب الجزائري، ولكي يبقى دائما هذه الروح الدينية متكرسة في 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 قلوب الشباب خاصة والأطفال والناشئة. هذا أول رمضان اللي قبلته. والله اللي هو حكما السادس ولا سابع رمضان. سابع رمضان قبلته. حسيتي باختلاف وأنتي في موريتانيا؟ والله في الحقيقة الحمد لله أنا مقيمة حكما في 9 سنوات في موريتانيا. حقيقة في بداية الأمر أول صيام أول رمضان كان يختلف حقيقة باختلاف العادات واختلاف الثقافات، اختلاف الأكل خاصة من جانب الأكل، من جانب العادات، حكما من جانب العقائدي وجانب جانب الديني، جانب الديني متشابه إلى حد ما، إلى أنه من جانب العادات والتقاليد والجانب الأسري، بما أن احنا المجتمع الجزائري عندنا عادات عقب الإفطار، زيارات عائلية، اجتماع، بعض الأحيان الزيارات العائلية يملأها جو البقالات، عندنا شيء قالوا البقالات نوع من الألعاب اللي هي حكايات في الزمن الأول ومولي في الزمن هذا الحاضر، يعني اجتماع عائلي الأول افتقدت هذا ومولي الجانب الأسري، بالرغم الحمد لله عندي أسرة، إلا أنه الجو الأسري وجو العادات تختلف إلى حد ما. الحمد لله بتقدم مرور السنوات الحمد لله قضينا عن هذا. العادة عند الموريتانيين حسيتي أقرب لك شوي، يعني أنا أتكلم عن أول رمضان، يعني راك تعودت في موريتانيا. والله الحمد لله أول شيء هو التحام العائلي. موريتانيا تتميز بخاصية تلاحم العائلي. جميل جدا، إذا كانت حلقة الليلة مع الجزائريين وكانت جدا ممتعة، شرفتموني بقبول الدعوة أستاذ رفيق مداش نائب السفير الجزائري والسيدة مقداد يسرى جزائرية مقيمة بموريتانيا وأستاذة جامعية. إذا شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله والسلام.